فوز مهم لمنتخب مصر على توجو بهدف نظيف. الحاجة الوحيدة الإيجابية في المباراة ان احنا خدنا التلات نقط، ولكن مشاكل كتيرة والنتيجة برضو كانت 1-0. النتيجة الوحيدة اللي المنتخب بيكسب بيها مع الكابتن حسام بدري منذ توليه مسؤولية مديره الفني، في كانوا ماتشين وديتين كسبناهم 1-0 وفي الرسمي اتعادلنا، ما بنحرزش اكتر من هدف وحيد في المباراة الواحدة. كل طبعا الناس رغم طبعا ثلاث نقاط مهمين جدا جدا جدا، كلنا مستائين جدا من الاداء. بنتكلم على اعتقد يعني لعبة منتخب مصر الوحيدة اللي في الوقت الحالي في افريقيا بتلعب كورة، لياقتنا افضل، مهارتنا افضل، مجموعة لحد ما فعلا مجموعة ضعيفة جدا في تصفيات كاس امم. بنتكلمش على تصفيات المونديال لسه هنشوفها بقى، انجولا والجابون بس استثناء طبعا ليبيا عندهم مشاكل، لكن اكيد منتخب انجولا ومنتخب الجابون هيبقى مستواهم الفني في تصفيات المونديال اقوى بكتير من اللي احنا شايفينه من كينيا وتوجو وجزر القمر. يعني الوضع بالنسبة فنيا للمنتخب وضع سيء، مش شايفين جمل. الفريق بيلعب بطريقة 4-2-3-1 وبيعتمد على الكروسات. الحاجة بصراحة اللي مخلياني مندهش تماما، تريزيجيه لاعب بحجم تريزيجيه جاي منتخب مصر عشان يعمل دورين، يرفع كروسات ويخش ينضم مع مصطفى محمد داخل منطقة الجزاء عشان يكون معاه ثنائية راس حربة. غريبة جدا ان انت لاعب بالامكانيات دي بنشوفه في استون فيلا في الدوري الانجليزي، يعني فريق لحد ما من السبعة الكبار في الوقت الحالي وعنده أدوار كتيرة مع الفريق هناك، بيتم يعني استغلاله بس في الدورين دول. مع كامل احترامي طبعا ممكن كابتن حسام بدري أو أي حد من الجهاز الفني يقول محمد صلاح بقى والكورونا والكلام ده، مع كامل احترامي يعني فريق المغربيين العرب لو نزل لعب توجو هيكسبها. الفريق بصراحة يعني فنيا مستواه في الأرض تماما، ما عدا لاباكوجو طبعا هنتكلم عليه كتير في التحليل النهارده، ولكن حاجات كتيره بتخلينا مستائين من الاداء. واحنا عارفين ان الكابتن حسام بدري طول عمره بيلعب بال 4-2-3-1، بس توظيف ال 4-2-3-1 لما شفناها في الولايه الثالثه مع النادي الاهلي كانت حاجه، ومع منتخب مصر حاجه مختلفه. طبعا الكواليتي اللعيبه افضل، ولكن اللعيبه دي مش تحت ايدك زي ما كانت لعيبه النادي الاهلي تحت ايدك. تعالوا سريعا نشرح مع بعض الشوط الاول. كلود لوروا مدير فني المخضرم في افريقيا كلها ومدير فني لفريق توجو عكس كل التوقعات بتاعته. شفناه قدام جزر القمر وشفناه قدام كينيا بيلعب 4-4-2 صريحه. طبعا جه النهارده خايف جدا من منتخب مصر، قلب الخطه ل 4-1-4-1 ورمى لاباكوجو على الطرف، ما خلاهوش في قلب الملعب زي ما كنا بنشوفه مع نهضة بركان فاكرين في الفاينل الكونفدراليه قدام نادي الزمالك او حتى في نادي العين. الراجل بيلعب وينج، النهارده كان بيلعب ليفت وينج عشان يقفل الجبهه دي قدام منتخب مصر. طبعا كانوا متوقعين محمد صلاح يلعب، ولكن هم حطوا السيستم بتاعهم في ال 4-1-4-1. كابتن حسام بدري كالعاده لعب بال 4-2-3-1 بتاعته، الطريقه اللي هو دايما بيلعب بيها ما بيغيرهاش ما بيستبدلهاش غير يعني في اوقات في الشوط الثاني لما الدنيا تأزم معاه. طيب احنا بنلعب 4-2-3-1 وهو اختار ان يلعب بالنني والسوليه ورايح طريق حامد. طبعا عبد الله السعيد بلاي ميكر، تريزيجيه على الشمال، زيزو على اليمين مكان محمد صلاح، ومصطفى محمد يعني مش زي المتوقع. مصطفى محمد كابتن حسام بدري كان قال ان هو مش جاهز، كان في كلام لحد ما يعني نيجاتيف عليه شويه، وكلنا توقعنا ان احمد حسن كوكا هو اللي يبدا، ولكن الكابتن حسام بدري بدا بمصطفى محمد. طيب الشوط الاول واحنا بنعمل بيلدينج اب بتاعنا، فريق توجو ما بيواجهش من التلت الاخير، كله راجع لنص ملعبه. يعني سعادتك معاك الكوره هنا اهو بتعمل بيها اللي انت عايزه، مفيش ادنى مشكله. الفرقه متكتله هنا، واول ما منتخب مصر بيعدي على الكوره بيبدا الضغط على حامل الكوره في نص الملعب. احنا المفروض الشكل ده واجهناه كتير، او اللعيبه بتكلم على اللعيبه في الملعب خصوصا عبد الله السعيد والنني والسوليه وطبعا وتريزيجيه وزيزو، واجهوا الشكل ده كتير جدا. هل الحلول اللي بنشوفها في نادي الزمالك او كنا بنشوفها في النادي الاهلي مع الكابتن حسام بدري حتى، شفنا
حاجه من الحلول دي النهارده لا، اللعب كان مباشر جدا جدا جدا. احنا عملنا اللي توجو كانت بتعمله في ماتشاتها مع جزر القمر وكينيا، وحتى في الماتشين بتوعها في جزر القمر في الدور التمهيدي تصفيات المونديال. بنعمل ايه بقى؟ مر الكره والعب لعب عرضي لغايه لما توصل للطرف، يطلع الفول باك تعمل اوفرلاب ليه هو او للوينجر، ومصطفى محمد يخش منطقه الجزاء وترمي له الكروس. اول ثلث ساعه كان شكلنا كوميدي جدا. ليه بقى؟ لان الكروس اللي كان بيتلعب ما كانش احمد زيزو بيضم مع مصطفى محمد، وكانش تريزيجيه بيضم في الاول ثلث ساعه مع مصطفى محمد. فمصطفى محمد كان بيلاقي نفسه بقى عامل ايه؟ بيلاقي نفسه جوه منطقه الجزاء ومعاه ثلاث لعيبه، وهنا في واحد مغطي وهنا في واحد مغطي. يعني كسان طيب الكره شت النهارده تروح لمصطفى محمد، محتاجه اعجاز معجزه عشان هو يطلع ياخد جامب من وسط ثلاث لعيبه. وايه بنتكلم لعيبه توجو؟ يعني ثمان لعيبه من ال11 بين فيهم حارس المرمى، ثمانيه كلهم فوق ال190 سنتي. فصعب جدا جدا التست اللي اتحط فيه مصطفى محمد. ورغم ذلك بعد ثلث ساعه بدا كابتن حسين بدري يفطن للغلطه اللي عنده في الهجوم، وبدا يقول للعيبه، بدا شفنا الاشاره، بدا يقول لهم خش مع مصطفى، وبدا تريزيجيه يرحل نفسه عشان ينضم لمصطفى محمد ويعملوا ثنائيه هجوميه. تريزيجيه جاي عشان يلعب راس حربه صريح ونلعب على الكروسات. طبعا امر صعب جدا وامر مش منطقي ان عندنا لعيبه بالكواليتي دي ونبدا نستغلهم هذا الاستغلال البدائي، يعني الاستغلال الكلاسيكي جدا جدا جدا. استغلال بسيط انك جايب لعيبه محترفه في الدوري الانجليزي عشان تقول له خش نلعب جوه منطقه الجزاء وتعمل لي كوره بدماغك لما تجي لك كوره عرضيه. ودي الفرصه الوحيده لينا في اول ربع ساعه لما زيزو فتح ودخل هو القلب الملعب، وكان طالع معاه محمد هاني وعمل له اوفرلاب. اللعبه الكلاسيكيه البحته، والكره راحت لمحمد هاني، رجع بالمدافع لورا ولعب الكروس. كان فيه ساعتها اتنين، مصطفى محمد خد واحد معاه وساب اللي وراه تريزيجيه، لكن مصطفى محمد قدر يعمل الجامب وحط الكوره في العارضه وكان بدلك. 45 دقيقه قدام اضعف فرقه في المجموعه عملنا عليهم هجمه واحده، في مقابل هم عملوا هجمتين عن طريق لاباكوجيو اللي كان واخد المساحه دي. بصراحه لعب على محمد هاني جيم عالي جدا جدا جدا، وشفناه اخترق الجبهه دي كذا مره، وقدر حتى في نهايه اخر خمس دقائق اخترق ودخل وشاط كوره. طبعا كانت زاويه ضيقه جدا، بس كانت محاوله فرديه منه خلى الشكل. انت عملت فرصه وانا كمان عملت فرصه، احنا متعادلين رغم الاستحواذ معاك استحواذ سلبي، ما فيهوش اي شيء، ما فيش سرعه في الاداء، ما فيش تحرك بدون كره. كرات كتيره جدا كانت على مشارف منطقه الجزاء، واللعيبه متعمده ان هي تباصي، ما حدش فكر ان هو يسدد من بره منطقه الجزاء، رغم ان فريق توجو كان الارتداد الدفاعي بتاعه في الهجمات المرتده بطيء جدا، لكن كل الكرات اللي جات لنا ما كانش فيها اي تركيز في التسديد. حتى عبد الله السعيد جات له كذا كوره قدام منطقه الجزاء، فضل ان هو يلعب الباس للطرف عشان نرمي الكروس. لعب كلاسيكي قوي 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 قوي، ما فيهوش اي حلول. الشوط الثاني ربنا سبحانه وتعالى كرمنا بصراحه، كره عشوائيه تماما من الفاول اللي جالنا. محمد النني طبعا مشكورا لحق الكوره قبل ما تتخطى الخط ورجعها للونش اللي كملها جوه الجون. طبعا هدف يعني فيه نسبه توفيق كتيره جدا، ما اقدرش اقول ان هي جمله يعني متدربين عليها او شيء. اكيد في ركلتين جزاء طبعا لمنتخب مصر، واحده لتريزيجيه واحده لرمضان صبحي، لا خلاف عنهم. ولكن تاني الاداء ده او ركلتين الجزاء اللي احنا نقعد نتحجج بيهم قدام فريق زي توجو، ده في وجهه نظري الشخصيه امر كارثي. احنا النهارده ما بنتكلمش في المباراه الاولى او الثانيه، المباراه الثالثه لينا في تصفيات افريقيا، هي المفروض تصفيات سهله وهيتاخد كام مجموعه فرقتين، يعني الموضوع في وجهه نظري سهل قوي. لكن احنا عندنا ازمه في اسلوب لعبنا، احنا بنلعب 4 2 3 1 والتكتيك بتاعنا جوه الملعب بنلعب كروسات، ما ينفعش. كابتن حسام عايز تلعب بالطريقه دي، سهل على نفسك، شيل البلاي ميكر حطه بره، نزل راس حربه صريح من الاول مصطفى محمد وحسن كوكا، والعب كروسات زي ما انت عايز. وصل بقى في الكرات العرضيه بتاعتك في المباراه الواحده لفوق ال 30 كره عرضيه على مدار الشوطين، اكيد 30 كره عرضيه. حسن كوكا لعيب طويل، مصطفى محمد لعيب جامبر ممتاز جدا، اكيد هنخطف حاجه. وبالتالي بقى لعبنا في منطق، بلعب بطريقه او بلعب بفورميشن تناسب تاكتيك انا عامله. انما النهارده احط 4 2 3 1
واستنظر ان اللعيبه تلعب كرات عرضيه طبعا امر صعب جدا. عبد الله السعيد ما بنشوفش طبعا يعني رجوع وعوده نص ملعب زي ما كنا بنشوف مع هيكتور كوبر. الشوط الثاني توجو اول ما فتحت المباراه بالنسبه لهم كنا عايزين يعني يخطفوا هدف التعادل زي ما كيني عملت معاه في الشوط الثاني. شفنا انهيار نص ملعب بتاعنا وهجمات راحه لتوجو واستحواذ للكره في نص الملعب في الشوط الثاني، لكن ضعف الامكانيات عندهم ما خلاهمش ان هم يحققوا اي حاجه على مرمى محمد الشناوي. الحمد لله طبعا ده حصل، ولكن لك ان تتخيل ماتش العوده هيبقى الشكل عامل ازاي. الشكل كان سيء، الحمد لله كسبنا الثلاث نقاط بنصعب بيهم بنقدم بيهم ليه صداره المجموعه، لكن في وجهه نظري مفيش اي مشكله في المجموعه دي، لان اكيد هنكسب جزء الامر ان هو حتى لو كم احترام يعني لو رحنا ب 14 لعيب بس الملعب هنكسب جزء الامر مفيش اي ازمه. انما احنا ازمتنا الحقيقيه من دلوقتي هي النظره او الخطه الموضوعه، الخطه طويله الاجل لتصفيات المونديال اللي هيتاخد من المجموعه فريق واحد بس عشان يتاهل يلاعب احد متصدري الخمس مجموعات الاخرين المفروض او العشر مجموعات اللي هيتم اختيارهم متصدري المجموعات دي. فاحنا هنلعب بنفس نظام التصفيات بتاع غانا بتاع 6-1، وبرده نفس برده نظام التصفيات اللي لعبنا فيها في كاس عالم 90 لو تفتكروا ايام الجزائر. فتاني الخطه المستقبليه بالنظام ده احنا ماشيين بيه ده ما اعتقدش ان هو هيفيدنا، هيبقى فيه طبعا مشاكل كتيره لانه واضح ان المنتخب فيه مشاكل فنيه وفيه مشاكل اداريه. ده كان تحليل سريع لمباراه مصر وتوجو. طبعا الف مليون مبروك لينا كلنا الثلاث نقاط، وان شاء الله ما فيش اي ازمه في تصفيات كاس الامم باذن الله ناخد احد البطاقتين المؤهلتين، ولكن لازم نفكر ونشتغل كويس على تصفيات المونديال. شكرا جزيلا، كنت معاكم كريم سعيد.